بسم الله يعتبر من أجمل نباتات الزينة، يعتبر من ملكة جمال الزينة اللي احنا بنحبها، نخيل من أرقى النخيل عندنا، احنا بنطلق عليه اسم ديل الجمل، تمام، اللي هو نخيل السياقس، تمام. لازم نحافظ على القلب بتاعه بنفس الطريقة دي كده، لأن طبعا من الأمراض المسببة المؤذية لنخيل السياقس واللي هي الفراشة أو الذبابة اللي بتصيب القلب. هوريكم طريقة العلاج إزاي أو طريقة الوقاية إزاي، تمام، وهعرفكم إزاي لو أنت عندك نخلة أم تاخد منها بذور بنفس الطريقة دي كده وتزرعها إزاي. يلا بينا نتنقل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل عام وحضراتكم بخير. انا قطب عثمان، قناه البستان الاخضر. ان شاء الله لو حضرتك او حضرتك من عشاق نباتات الزينه او المناظر الجماليه للزهور، فان شاء الله تابعوا القناه واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس على الكل، يجيبكم كل جديد باذن الله. الحلقه اللي فاتت انا اتكلمت على نبتة أو زهرة الجارونيا وشرحت فيها، قلت طريقة التعقيل وطريقة الري وطريقة التسميد، تمام. إن شاء الله النهاردة احنا هنتكلم على فصيلة من فصائل النخيل أو صنف من أصناف النخيل الزينة اللي يعتبر من ملكة جمال المنتزهات وملكة جمال التنسيقات، النخيل السياقس زي ما حضراتكم شايفين. طيب أنا النهاردة الحلقة بتاعتي على إيه؟ الحلقة بتاعتي إزاي إن أنا أحافظ على الشكل الجمالي لنبات السيكس، تمام. دلوقتي حضراتكم احنا داخلين على طبعا الصيف، تمام، او يعتبر احنا في الصيف، بتبدأ تظهر معايا البراعم الجديدة او الورق الجديد لنخيل السيكس، بتبدأ تظهر معايا من بداية شهر 3، تمام. ده زي ما حضراتكم شايفين كده، كل اللي انا عايز اعمله ان انا عايز احافظ على القلب زي ما حضراتكم شايفين، بداية خروج القلب الجديد، تمام. طيب انا عايز دلوقتي ازاي احافظ على شجرة نخيل السيكس من الأمراض. أول مرض بيصيب القلب، تمام، أنا عايز الجريد اللي يطلع أو البرعم اللي يطلع إن أنا أحافظ عليه يبقى بالشكل الجمالي. طبعا في صورة أنا هوريها لكم فوق في الفيديو، هتلاقي القلب طالع جديد والفراشة أو الذبابة واكلة الجريد اللي طالع أو القلب اللي طالع، البرعم اللي طالع جديد. فعلشان كده أنا بعمل عملية وقاية، ما استناش إن الحشرة أو الذبابة تيجي تاكل مني البرعم الجديد، لأن طبعا شجرة السياقس أو نخلة السياقس من النخيل المميز والنخيل الرقي. تعالى أفرقه على إزاي إن احنا المبيد اللي احنا بنحطه إيه. يلا طبعا انا زي ما ذكرت، قلت اهم حاجة ان انت لازم عندك شجرة سيكس، طبعا هي يعتبر من النخيل الغالي ونخيل راقي جدا، تمام. في انواع من النخيل، في نخيل اللي هو نخيل الزامية اللي هما بيسموه ريش النعام، هتلاقيه فوق في الصورة، وده النخيل اللي معانا ده اسمه نخيل اللي هو السياقس او بيسموه ديل الجمل. دلوقتي انا علشان احافظ على القلب ده يا جماعة وما بقاش برضو بعيد لحضرتكم الصورة، بيبقى زي المنظر اللي فوق ده انا بحافظ عليه ان انا بجيب حاجة اسمها ملاسب 5% بودرة، كيس رخيص جدا مش غالي، تمام، وببدأ ان انا ارش على القلب بنفس المنظر ده كده، تمام، بدي لمدة 15 زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام، القلب الجديد كله زي ما حضراتكم شايفين، تمام. انا بعمل عملية وقاية لعندي الان الحشرة ما جاتش، بس انا بعمل عملية تبدير، تمام. المرحلة دي انا بعملها كم مرة؟ انا المرحلة دي اهم حاجة اشتغل فيها في الصيف، كل 15 يوم او كل 20 يوم لازم ادي علشان ما تبقاش الاصابة، لان اول ما بتيجي الاصابة بتيجي الاصابة في قلب النخلة نفسها، تمام. وطبعا النخيل ده نخيل راقي جدا، بيطلع مرة واحدة في السنة بس الابراج بتاعته، فنخل راقي جدا ونخل يعتبر بيمتاز بجمال الجريد بتاعه، تمام. وهتلاقي بعض الصور في اخر الفيديو انا كنت عاملها شغل لاندسكيب بالنخيل السياقس. يلا بينا بقى بسم الله. ازاي طبعا انا عرفت حضراتكم ازاي ان انت لو عندك شجرة نخلة سياقس تحافظ عليها القلب بتاعها ازاي طول الصيف، لان امراض الصيف طبعا خطيرة فممكن تأذي معاك القلب ويعمل عملية نشفان للقلب. فانا شرحت لحضرتك وقلت لك الكيس اللي حضرتك تستخدمه او المبيد اللي حضرتك تستخدمه ايه. انا كراجل صاحب مشتل انا بستخدم المبيد ده يا جماعة، ومبيد رخيص جدا، الكيس كله على بعضه عامل 10 جنيه مش غالي يعني، تمام، فانك تحافظ على جمال شجرة السيكس. طيب انا لو عايز احافظ على الاوراق الخضراء اللي تبقى شكلها جمال زي ده كده، في مبيد برضو
من الاحراص اللي هو الاحماض الامانية، هتلاقوه فوق في الفيديو انا سايبه، برضو جميل جدا، اسمه امينو فيدو، حلو جدا، مكمل غذائي يعتبر للنبات، عناصر متكاملة في جميع العناصر، تمام، ترشها على السيكس، على النجيلة، على اي زرع عندك بفضل الله، حتى لو فواكه. طيب انا دلوقتي رحت جبت من النخلة زي ما حضراتكم شايفين، ده بذور نخيل السيكس، تمام، وزي ما انا قلت ده بذور نخيل السيكس. انا قلت في صنفين، في نوعين عندي، في النوع اللي هو الذكر، وهتلاقي الصوره فوق، ده يا جماعه بظهر فقط، ما بيطلعش طرح، هتلاقي بيعمل شمروخ من القلب مكان البراعم، تمام، بيعمل شمروخ ابيض او شمروخ احمر، تمام، ده احنا بنشيله بس بعد ما يكتمل عشان ما ياذيش معانا البراعم الجديده او الجريد الجديد، لكن الام او النخيل اللي هو النتايه في السيكس بيطلع قرص، هوريه لكم في فوق في الصوره، هتلاقوا فوق في الصوره برضو النخله اللي هي مطلعه الطرح او مطلعه البذور بتاعتها، هتلاقوها فوق عندكم في الصوره شكلها عامل ازاي. انا باخد منها البذور، تمام، وبستنى لما تنشف. في ناس بتفتح البذور، لكن انا ما بفتحش بصراحه البذور بتاعتها خالص، انا ما فتحتش، تمام. طيب انا بروح جاي حاطط قصرتين زي كده بيبقى فيهم بتموس، بفضل بتموس، واورجوهم كويس، تمام، وارويهم كويس زي ما حضراتكم شايفين، تمام. خلاص انا جبت البذور كده، بزرع في كل قصريه بسم الله 3 مثلا، تمام، حسب اللي عندك، ممكن تزرع في حوض اوسع شويه، ممكن تزرع 5، ممكن تزرع 6، لو انت عندك بذور استغلها، تمام. خلاص انا خلصت البذور. طيب تعالى اوريكم البذور، طبعا انا كنت زرعها من قيمه، بقى لها فتره عندي، بقى لها سنه ونص عندي في المشتل هنا بفضل الله، مطلعه ورق جميل جدا. تعالى افرجكم، كنت انا زرعها بنفس الطريقه دي كده، تمام، طبعا بس بعد ما حضرتك بتزرع لازم تتحطه في مكان تدفايه او تحط عليه كيس شفاف، تمام، وترويه كل 15 يوم، كل 15 يوم. يلا تعالى اوريكم بعض البذور اللي انا كنت زارعها بقى شكلها عامل ازاي من خلال سنه ونص. يلا بسم الله. طبعا انا وريتكم طريقه زراعه البذور ازاي، رجاء في البذور يا جماعه لازم تخفف عليها الميه، ما تكترش عليها ميه، انا قلت كل 15 يوم تدي ريه خفيفه، تمام. دي البذور دي احنا كنا زارعينها بنفس المنظر اللي حضراتكم شايفينه، طبعا دي بقى لها سنه ونص عندنا في المشتل بنفس المنظر ده كده، تمام، زي ما حضراتكم شايفين جابت معايا 4 ورقات، تمام. التسميد طبعا انا بدي ام بي كي، تمام، ده زي ما حضراتكم شايفين انا كنا واخدين البذور من ام زي ما انا شرحت في الفيديو، تمام، وعرفت لكم ان كنتوا تجيبوا طريقه البذور ازاي. يا رب الفيديو يكون يعجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعل الجرس على الكل، وباذن الله هيجي لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.